بدأنا قبل قليل على الخريطة أيضا، وأريد أن أختم معك التطورات الميدانية بخصوص المعركة الكبرى في كييف، وتحدثنا عن التضاريس في الأراضي الأوكرانية، وهناك أيضا المعركة الآن بحسب كثيرين إذا ما سقطت كييف بيد القوات الروسية المعارك بحكم المنتهية. ماذا عن معركة كييف؟ سيناريو سقوط كييف هو سيناريو الأسبوع الأول، ما لم يعد يعني يطرح أحد أنه يمكن أن تسقط كييف. بتصوري كان هناك أيضا خيارات وسيناريوهات لدى الحكومة الأوكرانية، جزء منها أن تنتقل الحكومة إلى منطقة الفوف، وجزء منها ما طرحته الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون حتى حكومة في المهجر. هذا الأمر أصبح من الماضي. أنا بتصوري حكومة كييف باتت تستقبل المسؤولين والسياسيين في الخارجيات الدول، وباتت تستقبل حتى وزير خارجية تركيا دخل إلى عمق كييف. الأمر متاح وسهل خروج المسؤولين الأوكرانيين من كييف وحضورهم إلى مؤتمر في وارسو من خلال بايدن. أنا بتصور كل هذا الأمر يعني لأن سيناريو محاصرة كييف أصبح من الماضي، سيناريو سقوط كييف أصبح من الماضي، بل على العكس الآن لتسلم القوات الروسية على القوات يعني التي متواجدة على مناطق مجاورة لكييف، كون أن هذه القوات تعاني من خطوط الإمداد، تعاني من فساد العتاد والحالة اللوجستية الضعيفة، وأيضا تعاني من هجمات من المقاومة الأوكرانية والجيش الأوكراني طوال الأيام.